والآن أعطي الكلمة لفخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، فليتفضل. السيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها الإخوة، يسرنا أن نلتقي اليوم تحت راية العروبة الجامعة في رحاب دولة الكويت العزيزة وبرعاية سمو أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يجمعنا دوما على مقاصد الخير والعزة. تعتملنا في هذه الظروف المفصلية الدقيقة هموم وتطلعات وطنية وقومية شاملة في ضوء التحولات التاريخية التي يشهدها عالمنا العربي وما يرافقها من شوائب وتحديات. إن مستقبل شعوبنا ودولنا يبدو متوقفا على مدى نجاحنا أولا في المساهمة بتغليب قوى الاعتدال على مساحة العالم العربي من دون التخلي بطبيعة الحال عن واجب البحث الدائم عن العدالة وعن الحق في مقاومة الاحتلال وفقا لما نصت عليه شرعة الأمم المتحدة، ويعني كذلك مدى مقدرتنا على اختيار نظمنا السياسية الفضلة ويقيني أنها الأنظمة القائمة على الديمقراطية الحقة والملتزمة حرية الرأي والمعتقد وضمان حقوق جميع المكونات الحضارية لمجتمعاتها. وقد جاء التقدم المحرز في مصر وتونس في مجال إقرار دساتير عصرية ومحفزة كعنصر مشجع في هذا الاتجاه. وسيتوقف الأمر ثالثا على مدى نجاحنا في توحيد الصف العربي على أسس قومية واضحة وفي تطوير جامعة الدول العربية. أما رابعا فسيتوقف على فرص بلورة حل للاشتباك الإقليمي القائم على الساحة العربية والذي بات يتسبب بتوتر مذهبي ومناخات فتنة، ومثل هذا الحل لابد من أن يقوم على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ويبقى التحدي الأبرز مدى قدرتنا على التأثير والضغط لفرض حل عادل وشامل لجميع أوجه الصراع العربي الإسرائيلي بعيدا من الحلول الثنائية أو الجزئية، استنادا للمبادرات العربية للسلام التي تؤكد الحق العربي في الأرض وفي قيام الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة وضمان عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية التي لا تسمح أوضاعها الخاصة بمثل هذا التوطين ومنها لبنان. لذا فإننا نأمل من القيادة الفلسطينية أن تستمر في موقفها الثابت والمتجانس مع الموقف العربي العام، كما نأمل من القمة العربية أن تعيد تفعيل أعمال لجنة المتابعة تمكينا لها من مواكبة الجهود الدبلوماسية القائمة وصون حقوق كل الدول العربية المعنية ومصالحها بعناصر الحل النهائي للصراع ومن بينها لبنان. ويهمني بشكل خاص أن أوجه عناية القمة ومن خلالها المجتمع الدولي إلى ضرورة تعزيز وسائل الدعم المادي لوكالة الأنروا بصورة تمكنها من تلبية كامل الاحتياجات الحياتية المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، وذلك في انتظار إيجاد الحل السياسي النهائي لقضيتهم على قاعدة حقهم الطبيعي في العودة، كما والاستمرار في تقديم الدعم المالي اللازم لاستكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد. أما فيما يتعلق تحديدا بالأزمة السورية المتمادية منذ 3 سنوات، فقد حاول لبنان تحييد نفسه قدر الإمكان عن التداعيات السلبية لهذا النزاع، رغم أنه معني في الوقت نفسه بمجريات الأمور في هذه الدولة الشقيقة والجارة وبمستقبلها وطبيعة النظام الذي ستستقر عليه.
من هنا حرصنا على تغليب منطق التفاوض والحوار وتشجيع كل جهد ممكن للتوصل إلى حل سياسي يعيد لسوريا استقرارها ووحدتها، حل يوقف المأساة الأكبر إنسانيا وأخلاقيا وحضاريا منذ الحرب العالمية الثانية، حل يسمح بتحرير جميع المخطوفين وعلى رأسهم المطرانين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم، ويضمن حقوق جميع مكونات شعبها المتجذر في الحضارة، وذلك بعيدا من أي تدخل عسكري خارجي ومن مخاطر التشرذم والفوضى والتطرف والإرهاب بما يتوافق مع أهداف مؤتمر جنيف ومع تطلعات السوريين وطموحاتهم. السيد الرئيس، في مواجهة التحديات التي باتت تتهدد لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية، تم إنشاء مجموعة دولية لدعم لبنان في مناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 أيلول 2013، صدر بنتيجة مؤتمرها التأسيسي، كذلك بنتيجة اجتماعها التقويمي الأخير في باريس بتاريخ 5 آذار الجاري، خلاصات متكاملة لدعم استقرار لبنان واقتصاده الوطني وقدرات قواته المسلحة والجهد المبذول لمواجهة المشكلة المتفاقمة للاجئين السوريين على أراضيه، وهي دعت إلى تحييد لبنان وإلى تطبيق إعلان بعبدة الذي أقرته هيئة الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي باشرت أعمالها مطلع هذا العام. كذلك تم إقرار مبدأ تقاسم الأعباء المالية والأعداد فيما يتعلق بمشكلة اللاجئين السوريين، والتوافق على آليات جديدة لتمويل مشاريع دعم الاقتصاد اللبناني، والترحيب بعزم إيطاليا عقد مؤتمر دولي لدعم قدرات القوات المسلحة اللبنانية، والترحيب كذلك بالهبة الاستثنائية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لشراء أسلحة حديثة للجيش اللبناني من الدولة الفرنسية الصديقة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. ونحن على يقين أنه لا يمكن الأشقاء العرب أن يكونوا أقل حرصا على دعم لبنان من حرص مجموعة الدعم الدولية، لذا يهمني من على هذا المنبر توجيه نداء ملح إلى الإخوة القادة العرب للاستمرار بدعم لبنان بالطرق المناسبة على الصعيدين الثنائي والدولي، خصوصا من خلال الانخراط في الجهد الهادف لضمان تنفيذ كامل خلاصات مجموعة الدعم الدولية في مختلف المجالات، ولاسيما واحد تشجيع جميع الأطراف الداخليين والإقليميين على التزام مبدأ تحييد لبنان كما أقره إعلان بعبدة، والمساعدة في ضبط الأوضاع على طول حدودنا الشرقية مع الشقيقة سوريا ووضع حد